السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدينا هاتف الأزيرو وان الأصفر واحد، سوف نقوم بإزالة حماية الأف أر بي منه عن طريق أداة الأف تي برو. إذا على بركة الله سوف نقوم بقراءة المعلومات من هنا، معلومات الجهاز كما ترون. فهذا هو الجهاز الأسهم A015. إذن سوف نذهب إلى خانة الكوالكوم ثم نختار FRP، ومن FRP سوف نقوم بالبحث في سامسونج، نبحث عن سامسونج، ومن هنا سوف نختار A015F. كما رأيتم فأنا لدي A015F. بالنسبة لنقطة التست بوينت سوف أقوم بالبحث عن التست بوينت بالنسبة له، A015F تست بوينت، نبحث عنها في جوجل. إذن هي واضحة في هنا. إذن كما ترون سوف أقوم بإيصال الهاتف عن طريق هذه النقطتين هنا، هذه النقطة وهذه النقطة كما ترون، وهي موضحة هنا في الصورة. لا، ليست هذه، هذه الصورة هي بجانب الفلاتة الخاصة بالشاشة. دونك سوف أقوم بإزالة البطارية ثم إعادة ربط البطارية، الخروج من هنا. سوف أقوم بالذهاب إلى الدرايفات من أجل التأكد بأن الجهاز يتصل. سوف أقوم بإيصال نقطة تيست بوينت ثم إيصال الهاتف بالحاسوب وننتظر حتى يتصل الهاتف. إذا كما ترون فالهاتف قد اتصل عن طريق تيست بوينت. الآن سوف نقوم بعمل ستار وننتظر حتى تتم إزالة الـ FRP. إذن كما ترون فقد تم إزالة الـ FRP بنجاح. ننتظر حتى يتم إعادة تشغيل الجهاز. الجهاز فهو من عائلة الكوالكوم، يجب إيصاله عن طريق تيست بوينت من أجل فتح أو من أجل حذف الـ FRP. الآن سوف أقوم بجمع الجهاز وأنتظر حتى يتم تشغيل الجهاز من أجل تيست. كما ترون فقد تم فتح الجهاز. إذن إلى اللقاء في درس آخر.